السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في هذه الفترة المفتوحة في هذا اليوم. كل عام وأنتم بخير في يوم السلام. وسيظل هذا اليوم 15 من هذا الشهر نوفمبر يوما خالدا في تاريخ السودان الحديث. فبعد 64 عاما من الحروبات المتوالية والمختلفة، جاءت الآن لحظة مختلفة تماما بعد ثورة مجيدة وثورة وعي فيها الكثير من الجدة والإضافة والتفكير السياسي المعاصر الذي يستوعب المرحلة بكل ظروفها وتطوراتها وتجلياتها. نلتقي اليوم في وطن فيه الكثير من الجدة، ولكن أيضا الكثير من التحديات التي تبرز، وهذا شأن الأوطان العظيمة والأمم العظيمة. الأمم لا تموت، وكذلك الشعوب، وكذلك قيمة الأوطان تكبر مع كل تضحية جديدة، خاصة إذا كانت هذه التضحيات تزداد مع كل صباح جديد. اليوم وضعت القوى السياسية كلها أمام تحدي كبير. العرب الآن عند الجميع وبين الجميع، وليس أمامهم ولا خلفهم، لقيادة هذا الوطن بشعبه الكبير المعطاء نحو البناء والتنمية والرفاه. اليوم قطعنا الشوط الأكبر، لكن بلغة آخرين أو حتى بلغة من يعبرون عن البناء الحضاري، جئنا للحظة الأصعب وهي البناء، السلام، بناء وتنمية واستقرار ورفاه. ولكن سعيد جدا أرحب بضيوف كرام أعزاء داخل الاستوديو. أرحب أولا بالأخ العزيز بخيت عبد الكريم عبد الله، عضو اللجنة العليا لهذا اليوم، وفد استقبال الجبهة الثورية، عضو لجنة المراسم. مرحبا بك أستاذ. أهلا ومرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين ومرحبا بكل الشعب السوداني والقائمين الآن بهذا البرنامج. وسعيد أرحب أيضا بالأخ العزيز الدكتور عبد الله محمد ديريف المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عارف، ومرحبا بالسادة المشاهدين، ونهني الشعب السوداني على هذا السلام الذي سيكون له ما بعده إن شاء الله لكل الشعب السوداني استقرارا ونماء وتنمية بإذن الله. وسعيد أرحب بالأخ العزيز الفاضل آدم حامد، نائب أمين أمانة شمال دارفور بحركة العدل والمساواة. مرحبا بك أستاذ العزيز. أهلا وسهلا أستاذ عارف، وأهلا بالمشاهد الكريم، والتحية عبرك لكل الشعب السوداني في كل مكان من أرجاء هذا الوطن الحبيب. مرحبا بكم، وخلنا نبدأ في هذا اليوم السعيد. لكن بخيت أنت جالس كده؟ نعم. تفضل كلها مصبيض يعني. مش هو السلام؟ طبعا هسي الأبيض موجود طبعا. مرحبا بكم، وكده حدثنا عن هذا اليوم. فعلا كان يوما على الأقل فيه كثير من الجمال والبهاء تجلت فيه روح السودانيين بهذا الاستقبال المهيب والكبير رغم الظروف. الصحة في العالم اليوم، طبعا الآن العالم كله ممنوع فيه التجمعات، ممنوع فيه، لكن رغم ذلك جاء أهل السودان. بالتأكيد أنا أول حاجة نترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية الذين محروا هذه الثورة بدماءهم الطاهرة وسقوا أرض هذا الوطن ليسنوا لشعبهم الحرية والسلامة والعدل والمساواة. ثم التحية للشباب الثورة السوداني المؤمنين بقضيتهم العادلة التي يعلمها القاسي والداني والذي ينتظرها كل الشعب السوداني بكل لهفة وشوق. ولولا هذا الشهداء لما كنا في هذا المكان ولما احتفلنا في هذا اليوم. وكذلك أجل الشفاء للجرحى والمصابين، وأودا حميدا للمفقودين والمخفين خسرا من الأسرى. بالتأكيد نحن اليوم يعني يوم جميل جدا، وبالتضحيات اللي قدمها الشعب السوداني وكل الشهداء بالحقيقة يوم كانت يعني لنا فرحة يعني تختلف تماما، ولكن نفقد يعني رفاقنا أسرى ورفاقنا المفقودين اللي كانوا يعني متواجدين بيننا، لكان الفرحة أكبر. ولكن نأمل أن يكون هذه الملف يجد يعني اهتمام كبير جدا لدى الدولة ولدى الحكومة لكي نطوي هذه الصفحة ونبدأ الصفحة الجديدة. ونحن نعتبر هذا اليوم يعني سفرنا العداد، يعني هنبدأ من الصفر بما أنه كل المعطيات اللي مرت حقيقة كانت أصيبة، وهذا الاحتفائية حقيقة كانت يعني لوحة جميلة جدا. وحسب الظروف الصحية اللي يمكن يعني والاحترازات التي يعني تم وضعها لإخراج هذا الاحتفال، أنا بفتكر أنه أنا يعني بشكر وزارة الصحة لاهتمامهم الكبير بالجوانب الصحية والإرشادات، وحقيقة بالكم الحائل كلهم
يعني يأخذوا يعني جرعات صحية، ويكون في مؤقمات، ويكون في يعني حتى يعني كل المستلزمات اللي بتتعلق بجائحة كورونا. أنا بفتكر ده كان جهد مقدر جدا، وحقيقة يعني العدد المفروض كان يكون هي عدد كبير جدا، ولكن بعد ده تفويج الولايات لم يتم لظروف الكورونا. وأنا أعتقد أنه يعني الحشود اللي يمكن جاءت هي كانت ربطي بأقل من ذلك، ولكن الحشود اللي أتت حقيقة حشود كبيرة جدا، على دليل أن الشعب السوداني الآن هو يحب السلام ومحتاج إلى السلام، لأن السلام هو الذي يجعل التنمية ممكنا، ويجعل نعم. نودع الحرب وكذلك كل ما يتعلق. دكتور عبد الله، هذا الحشد دائما عندنا في السودان السياسيين مرات بيقولوا غلط، يعني هذا الحشد اليوم هو ليس حشد فرح، هو حشد تحدي أمام الساسة الكبير. نعم، أنا أفتكر الحشد زي ما قال ريم، رغم الظروف المحيطة بالناس ورغم الاحترازات الصحية، لكن الحشد كان كبير جدا، وكان في يعني إشارة لأشواق ورغبات الشعب السوداني للسلام. يعني بالرغم من الظروف دي الحشد كان حشد كبير جدا، وده فيه مؤشر على أنه الشعب السوداني يطوق إلى أن يعم السلام كل الأرض، وأن تبدأ يعني رحلة النماء ورحلة البناء للشعب السوداني بعد هذا الاقتتال الذي استمر زمنا طويلا. ونفتكر التحدي الكبير هو أنه كيف نحول هذا الاتفاق وهذه الأشواق اللي شاهدوها كل السياسيين في وجوه الحشود، كيف نحولها لأعمال واقعية على الأرض نحقق بها طموحات الشعب السوداني في التنمية وفي النماء وفي العدالة وفي كل القيم اللي ينشدها الشعب السوداني. أفتكر اليوم ده يوم يؤسس لتاريخ جديد للشعب السوداني. سيد فاضل، هذا الحشد الذي احتشد في الساحة مثل كل أطياف الشعب السوداني، بمعنى صحيح أنه وجدنا فيه كل الشعب السوداني من كل الولايات، من كل الإثنيات، من كل العرقيات، من كل الجهويات. طيب، أول حاجة نحن بنحني السودانيين جميعا بهذه اللحظات التاريخية، لا سيما متضرري مناطق الحروب المنطقتين دارفور، والمتضررين من هذه الحروب في كل مكان من أرجاء هذا الوطن الحبيب السودان. وبالتالي الملاحظ اليوم هذا السلام، سلام عبر حقيقة عن فرحة السودانيين جميعا بهذه اللحظات التاريخية، لأنها بهذا الاتفاق التاريخي بما شمله من بروتوكولات وموضوعات وقضايا جوهرية، نحن بنفتكر إنه السلام ده حيكون حيحقق كافة طموحات الشعب السوداني. وبذلك تدافع الجميع من الأرياف، من المدن، من القرى، من الحلال للاحتفال والتعبير عن فرحتهم بهذا الاتفاق. لذلك نحن بنفتكر أنه هذا الاتفاق سيحدث نقلة نوعية على مستوى السودان، أمنا واستقرارا ونماعا للرهاق برقب الأمم في كل مكان من أرجاء العالم. طيب سيد الفاضل، الآن خلينا نقول جاءت لحظة التحدي، جاء اليوم التالي، خلاص انتهى الاحتفال وانتهى الاستقبال، خلينا ننزل لأرض الواقع القاسي الصعب الآن الذي يعيشه شعب السودان، وهو واقع فيه الاقتصاد وصل بالناس لمرحلة قاسية جدا حقيقة فوق التصور، ولكن الناس صابرون. نعم، بالتأكيد الوضع الاقتصادي صعب جدا في الدولة، وحقيقة الظروف اللي بيمر بها الدولة هي تراكمات يعني للحكومات اللي فاتت، اللي يمكن ما قدرت تأسس لمواعين واضحة واستراتيجية للشعب السوداني وللدولة عشان نقدر احنا يعني نجابه كل ظروف اللي ممكن يحدث في أي وقت. وأنا بفتكر ده واحد من فواتير الحروب، يعني الحروب ذاتها يعني أرهقتنا كثيرا، وكل اقتصاديات الشعب السوداني كانت بتمشي للحروب وميزانياتها، فأدت للتفاقم ده لحد ما وصلنا للدرجة. لكن أعتقد أن السلام هو واحد من الحلول لهذا الإشكال، يعني لهذه الإشكالات الذي يعني جعل التضخم هو الآن موجود بيننا. وأنا أعتقد أن السلام الآن
أتى ونحن الآن نفكر ما بعد يعني اليوم الأول للاحتفال. تلقائيا هيكون في اجتماعات وهيكون في حكومة قادمة حقيقة، وأول أولويات هذه الحكومة يكون المسائل الاقتصادية اللي هي يعني الأساس، يعني هو مهدد للسلام نفسه. يعني عشان كده احنا بنفتكر أنه يعني اهتمامنا بالاقتصاد بالتحديد ولإصلاح المعينة الاقتصادية وللمؤسسات الاقتصادية هي واحدة من الأشياء الواردة في البروتوكولات اللي وقعت في شأن الاقتصادي وفي إصلاح يعني الاقتصاد الوطن، وكذلك الاستفادة من الموارد الدولة عشان لكي يكون المواطن هو يعني على الأقل يعني يجد ما يطلبه ويجد ما يسد رمقه إلى أن نصل للأمم ورغب الأمم. وحقيقة هنا لم نحتاج لدولة تساندنا حقيقة بالنسبة للموارد، ولكن هنالك سوء إدارة وهنالك فساد اللي موجود في داخل الدولة هو أدت لهذا التفاقم. ولكن أنا أعتقد أن السلام الآن فرصة تاريخية عشان ما نضع كل مواردنا ده في مواعين بتاع الدولة بشكل صحيح، بشكل يعني متزن وبشكل متوازي لكل الأقاليم، عشان ما احنا ذاته نعمل نقلة نوعية لكيفية إدارة الدولة بشكل يعني متغير تماما عن المشاكل اللي فاتت او الاشكال اللي فاتت، عشان ما احنا ندى توازن في الموازنه الاقتصاديه للشعب السوداني. دكتور خلينا ننظر الى الصوره من الجانب الاخر. عبرت كلمات الذين القوا تلك الكلمات في الساحه امام الجماهير بالوعود، وانت تعرف انه الشعب السوداني دائما مشكلته مع الساسه هي الوعود، لكن هل هذه المرة الوعود اختلفت عما سبق أم أنها وعود كانت مرتبطة فعلا بواقع موجودة وبرامج حقيقية مطروحة وليس شعارات؟ نعم، أنا حقيقة استمعت للكلمات، وكانت من برضو من الأشياء الملفتة كما ذكرت في كلمة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، وهو يعني في كلمته التزم بأنه يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وأشار لها برضو في المؤتمر الصحفي. وكذلك وردت يعني وعود في كلمة القائد مناوي نابعا عن الممثلين بتاع الجبهة الثورية. لكن أفتكر التحدي الحقيقي الآن هو الملف الاقتصادي، يعني وصحيح في حكومة حتتشكل بالنسبة المنصوص عليها في الاتفاقية، لكن التحدي الكبير بالنسبة لإخواننا اللي وقعوا الاتفاق هو يعني الملف الاقتصادي، وهل هناك رؤية للخروج من هذا التعقيد في الجانب الاقتصادي. إذا في رؤية وفي إرادة نفتكر يستطيعوا انه يحدث فارق في الملف ده، لكن افتكر التحدي الاكبر بالنسبه الان لانفاذ الاتفاقيه ذاته هو الجانب الاقتصادي ده، ودي مساله خطيره جدا. السيد الفاضل، كان احتفالا كبيرا شارك فيه الناس، لكن في اخرين حتى هذه اللحظه هم خارج هذا الاتفاق الكبير. كاننا فعلا قطعنا 51% وتبقت 40% الاخرين، وللحمد لله نقول انه هذا عبور امن الى حد كبير. لا ابدا، هو ليس 40 ولا 50%، لكن الصحيح انه في اتفاق سلام وقع وخاطبت موضوعات مهمه، ونحن بنفتكر انه الرفاق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد احمد النور هم مهمين في العمليه السلميه، لكن من حيث الموضوعات والأطراف نحن بنفتكر أنه يوكات الناس تجاوزت نسبة كبيرة جدا من معالجة الاختلالات التاريخية الموجودة في السودان، فقط تبقى الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور وعبد العزيز الحلو. ممكن هم كحركتين يجوا يتناقشوا فيما تناقش الناس فيه، لكن نحن نفتكر أنه الموضوعات كاملة، نحن بنفتكر أنه من حيث الموضوعات الاتفاق ده شامل، ناقشت كل القضايا التاريخية اللي بتهم الشعب السوداني، وكل القضايا اللي نحن بنفتكر انها هي كانت واحدة من الاسباب اللي ادت الى الحروب والاقتتال والدمار في كل مكان من ارجاء هذا الوطن. السيد الفاضل، لو جينا لنقطة مهمة جدا،
مثل هذه الاتفاقات تحتاج إلى حاضنة سياسية حقيقية، حاضنة ذات كتلة واحدة ورؤية واحدة، حاضنة مؤمنة بأنه هذا برنامج للتقدم والازدهار وعليها أن تدافع عنه وفي سبيله تبذل الكثير، لكن هذا الأمر على الواقع الآن يحتاج إلى وقفة. بالتأكيد نحن يعني الاتفاق هو اتفاق واحد ما فيه جزئين، لكن فيه كثير من الأجسام، يعني سواء كان جبهة سورية الحادي وفي طرف ثاني من ناوي، أنا أعتقد ده ما فيه إشكال، يعني لأنه الاتفاق في النهاية هي بروتوكولات وكل الناس موقعين لهذا البروتوكول ولهذا البنود، يبقى أنه أي زول ملتزم بالبنود الوقع فده ما فيه أي مشكلة. وأنا أعتقد أنه يعني نحن متجاوزين المسألة ده بشكل كبير جدا ومتجاوبين مع بعض ومتفاهمين أنه نعبر بالبلد ده على بر الأمان وما شركانا في الحكومة الانتقالية، وده أنا أعتقد ما في نقطة خلاف فيه، وحترونا يعني عن قريب يعني بالمخرجات الواضحة خلال في التنظيمات دي، وده يعني بدأنا نحن في تحدي كبير أنه نحن محتاجين لعمل كبير جدا وتنسيق دقيق جدا. وأنا بفتكر إحنا كل الكوادر موجودة النوعية وبكل في يعني مختلف يعني تأهيل وكده، فأنا بفتكر يعني ما في إشكال في المسألة ده خالص يعني بالنسبة طيب. لنا في الأطراف صفة لازمة الاتفاقيات التاريخ دور عبد الله، دائما الشيطان يكمن في التفاصيل، وجاءت الآن رؤية جديدة بهذه الاتفاقية هي المسارات، شيء من قبل لم يكن معروف عند السودانيين إلا في بعض الشغل التقليدي عند القبيلة السودانية عند القبائل السودانية في حراك بعضها البعض. الآن جينا إلى التفاصيل، وخلينا نأخذ محور يعني كواحد من خوف التفاصيل الصغيرة حيث تكمن الشياطين. شرق السودان مثلا يعني كان بارزا كمسار كبير، لكن الآن لما جينا لأرض الواقع بدأت تبرز الشواطين من داخل التفاصيل والشياطين من داخل التفاصيل. المسارات طبعا اتعملت نتيجة لمقتضيات تتعلق بالمكونات ذات الجبهة الثورية. طيب. المكونات دي فيها حركات مسلحة وفيها حركات سياسية، ونسبة لتباين المطالب لكل حركة ولكل كيان سياسي فضل انه يعملوا المسارات دي عشان تلبي المطالب الخاصة بكل إقليم. لذلك جاءت المسارات لتناقش وتقدم حلول لقضايا كل مسار منفصل، يعني الشرق عنده قضايا وعنده مشاكله، دارفور عندها قضايا وعندها مشاكلها خاصة بها، الشمال عنده قضاياه ومطالبه، ولذلك جاءت المسألة بتاعت المسارات دي عشان تحقق لكل إقليم أو لكل مسار المطالب بتاعه. صحيح يعني خطورة الاتفاق أو أي اتفاق أيا كان يعني بما فيه الاتفاق ده، والتحدي الأكبر هو التحدي بتاع التنفيذ يعني التحدي بتاع التفاصيل يعني، ودي برضو الطرفين الموقعين على الاتفاق لو ما بقوا حريصين على التنفيذ ولو ما هيئوا البيئة للتنفيذ المصفوفة بتاع الاتفاق، المسألة دي برضو هتبقى فيها إشكالات يعني. صحيح يعني في مجموعات عندها رأي في بعض المسارات مثلا الشمال في الشرق، لكن ده ما بشكل الكتلة المؤثرة يعني، الناس اللي عندهم رأي، وده طبيعي يعني إنه في مجموعات يكون عندها رأي في بعض المسارات، لكن هل الرفض للمسارات ده رفض مبني على أسس ومبني على قضايا، ولا رفض مبني على مسائل سياسية؟ دي تبقى بعد ذاك الإجابة عليها. لكن أنا أفتكر الحاجة المهمة في هذه المسألة إنه الالتزام بمصفوفة والتواريخ بتاعة التنفيذ المصفوفة بتاعة الاتفاق، والمسألة طبعا فيها جوانب أخرى غير المسألة المتعلقة بالإرادة بتاعت الطرفين وكده، في مسائل محتاجة لتمويل، في قضايا كثيرة جدا ناقشتها الاتفاقية بتحتاج لتمويل كبير جدا. أنا أفتكر برضو المجتمع الدولي نحن كأعضاء في الأمم المتحدة من حقنا إنه الأمم المتحدة تدعم هذا الاتفاق وتيسر المسألة بتاعت إنفاذه، لكن أتفق معاك إنه ستظهر بعض الإشكالات في التنفيذ، وده أمر طبيعي، لكن بإرادة الطرفين وبالجدية بتاعتهم في أنه
تنفذ المصفوفة بتاعت الاتفاق أنا أفتكر ممكن يعبر، لكن تظل المسألة المتعلقة بالتنفيذ هو تحدي كبير جدا لطرف الاتفاق. برضو الاتفاق عظيم وضخم، بمعنى صحيح انه حتى هذه اللحظه عند صنع الصفوه التعليميه بالعكس المواطن على ان تشر في الساعه او على السفليك الذين كانوا يحاولون الوصول ما وصلوا الظروف الصحه والحركه وغير ذلك يحتاجون الى هذا الاتفاق ان يمشي بينهم يا سيد الفاضل، كي لا يكون اتفاق مثل الاتفاقيات السابقه عند الصفوه وفي الادراج هم لا يفهمون عن شيء. هذا تحدي واجهكم الان. طيب هو فعلا صحيح في تحدي بيجي امامنا اننا كيف نملك الجماهير هذا الاتفاق. نعم. لكن احنا من هنا بنطلق مناشده انه للاعلاميين ايضا دور بالتبشير بالسلام ولتمليك الجماهير هذا الاتفاق، لكن احنا خلاص الاتفاق وقع ولن يكون اتفاق سفوي بكل تاكيد، سننزل الى الجماهير في كل مكان سنملكون هذا الاتفاق بروتوكول لأنه أصلا في بروتوكولات هي للجماهير. مثلا في بروتوكول خاص بالمسالحة، في بروتوكول خاص بالحواكير الرؤى والرحل، فدي بروتوكولات بتلامس قضايا المواطن بالضرورة نحن لازم نملكهم. بعد ذاك المفوضيات اللي بتتشكل هي المعنية بإنزال هذا الاتفاق على أرض الواقع بالإضافة للحكومة الانتقالية المتمثل في مجلس الوزراء والمجلس السيادي والقوة السياسية والحاضنة اللي هي بتدعم الاتفاق السياسي ده بكل تأكيد بتسعى بكل ما يمكن إنها تملك هذا الاتفاق وينزل على أرض الواقع لكي يكون واقع ملموسا بين الناس. ده الاتجاه اللي احنا هنمشي فيه. سيد بخيل، هذا اتفاق تاريخي وانت تعرف ان هذه الاتفاقات التاريخيه عاده تكون لحظه فارقه يتم فيها عمليه انقلاب بالكامل كي يتواكب الانقلاب السياسي مع الحراك السياسي الجديد، وده بيحتاج الى تضحيات من كل الاطراف. هل فعلا الان جاءت اللحظه المناسبه التي نقول على الاطراف السودانيه ان تطوي صفحه الماضي، ولا صفحه الماضي ستظل كتاب مفتوح؟ طيب انا قبل ما ارد لهذا السؤال بس عندي ملحوظه بسيطه من كلام الدكتور عبد الله فيما يخص اللي هو المسارات، يعني هو شخص بأن المسارات ولدت بوجود الأطراف المختلفة في داخل الجبهة السورية، ولكن أنا أقول أنه لم يعني يولد هذه المسارات بهذا الشكل، لأنه نحن خدنا كل المفاوضات اللي مرت يعني من أبشوان وأبشتون جمينة والسرت والدوحة وأبوجا إلى أن جينا لوادس وحتى أن جينا لموية السخنة وجينا بعد ذاك لاتفاقية جوبا، ولكن القضايا اللي مطروحة أصلا هي قضايا شاملة للشعب السوداني والقضية لم تكن لمناطق حرب على وحدها، ولو كان أصلا قضايا متعلقة بالأقاليم المحددة أو عملية السلاح يفتكر أنه كان الموضوع يتحسم سابقا، ولكن إحنا كل ما نجي مع النظام السابق عشان ما نجي للنهاية بيضعنا في مكان إغليم، ونحن نقول أننا خرجنا من أجل الشعب السوداني ومن أجل قضايا الجنون قضايا كل الشعب السوداني. وكذلك هنالك قضايا كبيره جدا، قضايا التنميه موجوده، قضايا بتاعت الامراض المستوطنه موجوده في الشرق وفي الشمال في اراضي يعني تم استيلاء عليها او بيعها لمستثمرين اجانب، ده واحد من ملفات اللي يمكن احنا بنقول ان بنرى انه شمال السودان عندها اضرار كبيره جدا من الدوله القائمه، لذلك لابد ان يشملوا الاتفاق حتى الشمال. وكذلك الشرق برضه عندها قضايا كبيره جدا، ولو لاحظنا انه في الشرق كان في 2% فقط من الموارد تمشي لشرق السودان وكان ما موجود اصلا، ولكن الاتفاقيه الان اتت ب 30% من موارد شرق السودان، المناطق اللي فيها البوابه اللي فيها المينا وفيها المعادن وغيره 30% يسحب لشرق السودان. انا افتكر ما في اتفاق زي ده، لكن زي ما انت قلت في شواتين اصلا دائما بيجي بخاشين، ولكن طبعا شيطان الانس ده يعني اقوى من الشيطان الجن يعني، فبالتالي يبقى انه ده حتى الان هم يتفهموا هذا الوضع وقعدوا مع بعض وعرفوا انه الكلام ده اصلا هم ذاته ما عارفين كانوا قاعدين يعملوا في شنو، لانه في اتجاهات عايزين انه الناس يكون يعني غليانين كده عشان ما هم يحاولوا يصطادوا في المياه الاكل، لكن الاخير اهل الشركة فهم هذا الوضع وتم يعني. سعود اليك في السؤال لانه تكلمت نفس السؤال يعني سؤالك مطروح الثلاثة يعني كمحورية يعني، هل فعلا هذا الاتفاق يحتاج إلى قلب الرؤية السياسية في السودان نحو التصالح والتفاهم والانفتاح والانسياد الماضي، ولا يحتاج إلى رؤية جديدة تختلف تستوعب هذا الماضي بكل التناقضات في بناء جديد؟
والله افتكر اتفاق السلام هو زي ما قلنا قبيل علامة فارغة في التاريخ السياسي الحاضر، ومن المفترض انه يبقى برضه بداية لتوافق سياسي اكبر، لتصالح سياسي اكبر لكل المكونات السياسية في السودان. مهم جدا الماضي، افتكر استصحاب الماضي مش استصحاب المرارات واستصحاب القضايا، لكن يعني الاعتبار من الماضي واخذ الدروس والعبر من الماضي استصحابه معانا، افتكر دي حاجه مهمه. لكن الاهم من كده انه احنا نبدا بدايه جديده فيها توافق سياسي عريض، فيها صفحه جديده للسلام، جديده للتوافق الاجتماعي برضو. انا افتكر لو بدينا بدايات زي دي، وده الحاجه الاساسيه اللي طلعوا بها اخواننا ديل ووقعوا بها الاتفاق، انه دارين سودان جديد مبني على العدل، مبني على النماء، مبني على قبول الاخر. دي كلها من المبادئ اللي نادوا بها اخواننا ديل ونادت بها الاتفاقيه. فبالتالي بالضروره انه الاتفاقية تبقى بداية لتوافق سياسي شامل، تبقى بداية لتأسيس لدولة تقوم على العدل وتقوم على رتق النسيج الاجتماعي، حتى انه نبني البناء بتاعنا على اساس قوية. فاضل في ذات الاطار، يعني هل فعلا نحتاج الان الى بعد هذا الاتفاق التاريخي الذي تم، وهذا على الاقل التطور التاريخي جدا، ايران يواجه تطور سياسي بنوع مختلف؟ فعلا اول حاجه القوه الجديده اللي وقعت على اتفاقيه السلام بكل تاكيد هي قوه سياسيه عندها باع طويل في العمل السياسي وعندها تجربه، بالتاكيد سيكون هم اضافه حقيقيه للواقع السياسي الموجود وللبلد. بكل تاكيد الوطن محتاج لرؤيه جديده، رؤيه تستصحب كل الواقع السوداني بقواه السياسية والاجتماعية لإيجاد مخرج حقيقي لهذا الوطن. وبالتالي هذا الكلام ما حيتم إلا باتفاق كافة الأطراف السياسية، حركات مسلحة، قوى سياسية، مجتمع مدني، المجتمع الأهلي. بكل تأكيد السودان الآن يشهد حراك سياسي كبير وروعة جديدة، سيكون هذا الاتفاق مخرج حقيقي للأزمة السياسية. أما فيما يختص بالجانب اللي بيتكلم على المسارات، نحن نفتكر أنه المسارات دي هي يعني اتخذت لتسهيل التفاوض والإسراع بالعملية التفاوضية، ولأنه أصلا في قضايا بتختلف من منطقة لمنطقة، قضايا شرق السودان بتختلف عن شمال السودان، في قضايا خاصة بدارفور ما موجودة في بقية السودان كقضية الأرض والحواكير والنزوح واللجوء. وبالتالي هذا الاتفاق فصل على هذا الأساس، ليس لأي قرض آخر، لكن لتسهيل العملية السياسية. وفي الأخير المسارات دي تجتمع كلها في القضايا القومية، وحكون في اتفاق أخير لكل أبناء الشعب السوداني والحركات المسلحة الوقعت على اتفاق على هذا الاتفاق. لكن بكل تأكيد أنا أعيد وأقول إنه القوة السياسية اللي وقعت على هذا الاتفاق هي قوة سياسية محترمة وعندها وزن حقيقي. بكل تأكيد هيكون إضافة جديدة للتحول القادم في هذا البلد. هل فعلا هذا الاتفاق خلال هذه القوة الجديدة سيقود إلى قلب السياسة السودانية نحو رؤية جديدة وتصالح جديد واستيعاب جديد وتشكل جديد، أم أنه سيكون في النهاية إضافة مثل الاتفاقيات السياسية الصعبة؟ أنا أفتكر يعني في اختلاف كبير جدا من الاتفاقيات السابقة وهذا الاتفاق، وكما شملوا يعني بروتوكولات 8 وتفصيل للاتفاقيات في كل بنودها، وبعد ذلك فيه مسارات، وكذلك هذا الاتفاق يعني فيه آلية للتنفيذ، وفيه صلاحيات حتى يعني لمستويات الحكم الموجود في السودان، حتى من المحلي إلى الولائي إلى إقليمي إلى المركز، فيه صلاحيات واسعة جدا أنه الناس تقدر يعني تعبر عن حاجاتها، وقضايا حتى قضايا يعني حكم المحلي في قضايا تختلف من القضايا من منطقة لآخر. فأنا بختلف يعني
ده يعني هيكون اضافه حقيقيه وهيكون شيء جديد يعني. وكل القوى السياسيه يمكن الان هي وقعت كميه من يعني الشباب اللي هم ضحوا طيله السنين بتاع الحرب وطيله السنين اللي فاتت كلهم الان انا افتكر هم جزء اساسي من هذا الاتفاق، وهم جزء من في التنظيمات اللي الان وقعت على السلام، وعندهم تجارب كبير جدا في الاطار الاداري، في اطار يعني حتى في الاطار الاجتماعي، و ورغبتهم في داخل المجتمع ذاته والاندماج وخير. وانا افتكر بعمل تحول كبير جدا على 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 السياسه السودانيه، وبعمل تحول كبير جدا على مستوى فهم السياسي موجود في البلد يعني. فانا افتكر يعني هذا الاتفاق يعني سيكون اتفاق له يعني حقيقه يعني وضعيه مختلفه تماما من الاتفاقيات السابقه. طيب يعني قال في هذا الاتفاق يختلف عما سبق من الاتفاقيات السياسيه، هذا يعني ان من وقع الاتفاق ينبغي ان يختلف عما سبق. وهنا يأتي السؤال المحور الأصعب دائما أمام الحركات في السودان، سواء كانت حركات مسلحة أو أحزابها المجرة، أن تتحول هذه المؤسسات إلى منظمات مجتمع مدني حقيقية، بمعنى صح أنها قوة سياسية حية، كي اتفاق وتخليه يمشي بين قدمين أو على قدمه بين أو في الواقع بين الناس، بدل أن نخشى، لأنه من قبل كان في حركات وقعت وظلت ملتزمة بهذا الجانب ربما العسكري والتنظيمي أكثر من الانفتاح على هذا المجتمع. وطبعا انا اتصور انه الخطوه القادمه للحركات المسلحه اللي وقعت او للحركات السياسيه اللي وقعت انها بعد كده تتحول لحركات سياسيه وتنداح في المجتمع وتبشر بالمشروع بتاعها على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي. و دي خطوه مطلوبه لكل الحركات المسلحة ولكل الحركات السياسية اللي وقعت، إنها بعد كده تنداح في المجتمع عبر تنظيمات سياسية عشان تطرح المشروع بتاعها. بالتأكيد طبعا الاتفاقية زي ما قالوا الإخوة فيها بنود تتعلق بالدمج بتاعت القوات وغيرها، دي ما هيكون فيها أشكال. لكن التحدي الأكبر إنه هذه الحركات تتحول إلى 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 أحزاب سياسية عندها برنامج وعندها مشروع وترجع للقواعد بتاعتها تبشر بهذا المشروع. أنا أفتكر لو المسألة دي الخطوات دي مشت بالطريقة دي ما حيكون عندنا إشكال في التنفيذ بتاعة الاتفاق وفي تحول هذا الاتفاق إلى عمل سياسي. الإشكال بتاعة التجارب السابقة قد يكون في ناس وقعوا على اتفاق لكن لسه كانوا محتفظين بالقوات بتاعتهم كده، ودي مسألة خطرة جدا يعني. لكن الآن أنا أفتكر كل الموقعين على الاتفاق عندهم استعداد إنه يتحولوا لأحزاب سياسية، وإنه وعندهم قواعد طبعا يرجعوا للقواعد بتاعهم يبشروا بالمشروع السياسي بتاعهم. ده بيقودنا بعد ذاك لتحول سياسي مرتب بيهيئ البيئة وبيهيئ كل الفاعلين السياسيين للمرحلة القادمة بتاعت الانتخابات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. نفتكر الخطوات دي لو مشت بالشكل ده ما حيكون في خطورة في المسألة بتاعت العودة. هذا الحشد الذي احتشد اليوم في الساحة كأنه يضعكم الآن أمام تحدي حقيقي، أي بالسرعة المطلوبة ينبغي أن يكون برنامج فكري مواكب، برنامج يستوعب الشباب، المرأة، وقود الثورة، برنامج قادر على أن يخاطب حيوية هذا الشعب. ده موجود يا سيدي الفاضل، نحن في النهاية بهمنا المستقبل يعني. طيب نحن بنفتكر أنه هي الثورة المسلحة أو الثورة المدنية، نحن بنفتكر أنه الشباب هم الوقود الحقيقيين لهذه الثورة، وبالتالي آن العوان لكي توكل هذه الثمار والتضحيات التي قدمت من قبل الشباب في كل مكان من أرجاء هذا الوطن. وسنسعى بكل تأكيد أنه يكون للشباب دور ريادي لإنزال العملية السلمية على أرض الواقع ولإشراكهم في إدارة البلد وفي كل المواقع التنفيذية والتنظيمية، لكي نضمن أنه في جيل حقيقي يحدث تغيير حقيقي في البلد، لأنه الأجيال ده بكل تأكيد هم هيكونوا وارثين حقيقيين للبلد
قيادة وجماهيرا. لذلك في مساحة كبيرة للشباب انهم هم يكونوا جزء حقيقي من حراك وتطور التحول التاريخي في البلد ان شاء الله. سيضع هذا عبء كبير على من وقع السلام، انه الان في شباب يختلفون في قضاياهم في تطوراتهم في رؤاهم فكر المستقبل. شباب يختلف عما سبق وواجه على الاقل كثير من الحركات التي وقعت والسودانيين في اتفاقاتهم المختلفة، يعني فعلا هذا تحدي مخيف. أنا بالتأكيد نقول أنه معالجة قضايا الشباب يعني هو واحد من ضمانات سلام نجاح السلام، لأنه الشباب قدموا تضحيات كبيرة جدا في الفترات السابقة وهم خارج أطر التغيير يعني أطر الدولة وخارج المؤسسات الدولة، فده يعني أدى لتراكم كبير جدا من الشباب واللي يمكن في يعني تراكمات يعني لمدى بعيد جدا. إشراكهم في اتخاذ القرار هو ذاته بدأ التغيير ممكنا. أنا أفتكر أنه يعني شباب الآن عندهم رصيد هائل جدا من الخبرات ومن يعني الصبر اللي يمكن هم ضحوه، عندهم إرادة حقيقية أنه يحولوا يعني الدولة لدولة مختلفة تماما، كما ظهر لنا في ثورة ديسمبر المجيدة المتراكمة اللي تراكمت طوال السنين المضت، واللي يمكن لاحظتم الأريحية اللي كان موجود والتنول كان موجود في القيادة العامة في اعتصام القيادة، يعني يمكن ده كان دليل واضح جدا أن الشباب الآن عندهم يعني عندهم إرادة حقيقية، والآن هم بيفرضوا يعني إرادتهم للدولة نفسه، هم هسه الآن مراقبين للدولة في كل ما هو يتحرك، يعني هم قادرين أن يحركوا الشارع ده في أي وقت، وده واحد من امتيازات يعني ثورة ديسمبر المجيدة، أنه الآن شباب عندهم كلمة في الدولة وممكن هم يتحركوا في أي لحظة. أنا بفتكر ضمان يعني استيفاء بحقوقهم، أنا بفتكر ده بكون ضمان له، إذا معالجة حقوقهم هي بكون ضمان لاتفاقية السلام وضمان لاستمرارية الدولة الفترة الانتقالية بنجاح. دكتور كمراقب، يعني لو قلنا لك بكرة طوالي ما شاء الله، بماذا يبدأ الناس؟ طبعا يبدأ أول حاجة طبعا بتشكيل الحكومة، يعني الخطوة الأولى طبعا، ولأن دي واحدة من الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاقية يعني، وكذلك المجلس التشريعي، يعني دي أول خطوات مفروض يدعمها، لأنه الناس الآن كل الجماهير اللي شفناها في الساحة الخضراء أو ساحة الحرية، الناس دي كلها أشواغها مربوطة بالاتفاقية ومربوطة بالحكومة الجديدة حتتشكل في أنه تقير وتحدث تقيير في الوضع الحاصل. فأنا أفتكر الخطوة الأولى هي تشكيل الحكومة، تشكيل المجلس التشريعي، وطوالي معها تقديم رؤية واضحة جدا بعد ما يتم اختيار التشكيلة الوزارية من كفاءات عندها مقدرة إنها تقدم رؤية واضحة لكيف نخرج من هذه الضائقة الاقتصادية دي، نمرة واحد يعني. بعد ذلك تجي القضايا السياسية الأخرى، لكن أنا أفتكر الخطوة الأولى هي الإسراع في تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي وتقديم رؤية واضحة للخروج من المأزق الاقتصادي الموجود في البلاد يعني. الخطوات الأخرى نفتكر ما بكون فيها إشكال يعني، الآن إحنا التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو الملف الاقتصادي يعني. هل فعلا ستبدأ بتشكيل الحكومة ولا حاسنه قدرا بإذن الله تعالى سيبدأ الناس في كثير من الاتجاهات والملفات؟ طيب أصلا بالنسبة للاتفاق في مصفوفة زمنية الناس بتمدي فيه لإنزال اتفاقية السلام على أرض الواقع. فعليا الآن مجلس السيادة من 11 ل 14 وفقط تبقى انه الجبهة الثورية تقدم ليست ممثلين او مرشحين في مجلس السيادة. بالنسبة لمجلس الوزراء الصحيح المدة الزمنية اللي حددته المصفوفة تجاوزت، لكن بكل تأكيد وصول اطراف العملية السلمية او قادة اطراف العملية السلمية سيسرع تشكيل الحكومة وإنزال الاتفاق على أرض الواقع بكل تأكيد. دي معا. طيب إن شاء الله. خلينا نأخذ جانب مهم يا سيدي الفاضل، الجبهة الثورية الآن نقول إنه لاعب جديد لياقة فل إمكانيات كويسة، فعليه أن يلعب على كل الاتجاهات بمعنى الصح، يكون أكثر انفتاحا على قوة أخرى، قوة عندها اتفاقيات وقوة أخرى موجودة، يعني بمعنى صح إنه يكون هو المحرك للساحة السياسية
بميكانيزم جديد يعني. بالتأكيد هو ده المهم، لأن احنا دارين نبني وطن، لابد أن نستصحب معنا كل الجوانب اللي بتتعلق بالوطن كله، وبالتأكيد هيكون يعني في يعني نستصحب معنا كل الناس اللي يمكن الموجودين على مستوى الساحة السياسية وفقا لما يحدده القوانين اللي يمكن هيضعوه في الفترة اللي بعد تشكيل يعني المجلس التشريعي وكده. وافتكر أنه ده يعني احنا ده الحاجة الأساسية، واحنا في السودان ما عايزين يعني نعزل زول اصلا على الاطلاق، لانه كلنا لابد ان نعبر بهذا الوطن مع بعض. اي اقصاء اي طرف من الاطراف يعني هيكون ما عنده مبرر وهيكون لنا اشكال يعني. وبالتاكيد يعني ده برضه فيه بعض الجوانب اللي بتتعلق ب مثلا مرتكبين الجرائم والناس اللي عندهم اشكال في الدوله عندهم فساد، فهم دائما ديل ما هيكونوا موجودين نسبه لارتباطهم ب الأزمات اللي مضت، لكن تلقائيا الأطراف الأخرى يعني هيكونوا جزء يعني أساسي، ونحن يعني في مفتاح لحد بعيد كل الناس يكونوا يعني شركاء في الدولة عشان ما نعبر بهذا الوطن. وأي أي زول موجود في السودان هو من حقه يعني أن يكون في أي موقف هو عايزه، لأنه ده حقوق مدنية وحقوق سياسية ما هيحرموا فيه زول على الإطلاق، بس يغير القوانين بس وفقا لما يعني نزمه القوانين، وعشان ما احنا يمكن ندع المسألة ده في مساره الصحيح. ونحن يعني كل يعني الناس الموجودين على الاستثار مستوى الطوائف المستوى كل مكونات اللي بسبب السودان الظروف الحرج كلنا نلهم من أحد فوزنا السنة نتدافر الجهود عشان ما نعبر بهذا الوطن. دكتور خلينا نقول انه في عصرنا اليوم الصورة بتلعب دور مؤثر جدا وفاعل جدا في كيفية إعطاء العالم انطباع يختلف عما سبق في أي وطن تعرض لمحنة كالسودان، وهذا يتطلب استخدام صورة اليوم التي حدثت في الساحة. هذه صورة ملحمية تحتاج إلى أن تسوق، هل سننجح مع أنه نحن فاشلين جدا في التسويق؟ التسويق ده مش إلا في السياسة، حتى في الاقتصاد يعني عندنا أجمل سلع على العالم، ولكن نعم صحيح يعني دي واحدة من مشاكلنا، يعني احنا يعني ضعيفين في ابراز يعني قدراتنا وابراز ملكاتنا. والسوداني دائما يقول لك والله انا يا اخي بكل تواضع يعني كده، يعني عنده مشكله في انه يبرز قدراته وامكانياته وكده. لكن انا افتكر الان طبعا الاعلام يعني اصبح متسع جدا وفيه متسع، ما بكون في صعوبة كبيرة في إنك تعكس الصورة بتاعتك للخارج. الصورة اللي شاهدناها الليلة في الساحة نفتكر صورة معبرة جدا، فيها إشارات كبيرة جدا للداخل وللخارج فيما يتعلق بأشواق الشعب السوداني للسلام ورغبته في إنه يطلع من الجهل النامية بتاعت الاقتتال دي، والصوت كان واضح جدا والصورة كانت واضحة جدا وكلها كانت بتعبر عن المسألة دي. فأنا افتكر مهم جدا انه نحن نعكس هذه الصورة داخليا بالتبشير بالسلام وترسيخ القيمة طبعا بيجزم الصورة يعني على الأقل معبرة اليوم جدا يعني كان صورة جداً على الأقل عالمية ربما يكون لها صدى ضخم جدا، لأنه ما في كلام. نعم هذه الصورة ينبقي أن تصل لكثير جدا، لكن هذا يحتاج منا إلى الشباب اللي أحدث بالتكنولوجيا ثورة المعرفة. نحتاج إلى الشباب اليوم أن يحول هذه الصورة إلى واقع عالمي يختلف جدا، يعكس صورة السودان برواقه الجديدة، السودان الذي يسمو جدا، على الأقل صورة فعلا معبرة حقيقة يعني صورة تستحق الإشادة والتقدير يعني. فضل واصلنا. أنا أفتكر زي ما قلنا نحن الآن في نحن الآن في عصر الإعلام الرقمي. نعم. هذا الاحتشاد وهذا هذه الوجوه التي تعبر عن حب كبير جدا للسلام وطوق كبير جدا للسلام، أنا أفتكر في لحظتها بتكون وصلت لكل العالم عبر الوسائط. لكن من المهم جدا انه نحن من خلال برضو اعلامنا يعني نعلق على هذا المشهد ونحلل هذا المشهد. نعم الاخرين سيد الفاضل، هذه الصوره بتقودنا الى موضوع مهم جدا، اطرح الاثنين في الجبهه الثوريه
وهو العلاقات الخارجية. ما حدث اليوم يتطلب مننا على الأقل مجهود برؤية جديدة تختلف لكيفية تحويل العلاقات الخارجية إلى طاقة طاقة خلاقة، طاقة استيعاب. بمعنى أصح أنه في الماضي ربما كان الإنسان يمكن أن يخلو واقعه وحده، لكن الآن تشابك العالم فأصبح على الإنسان أن يتواكب مع هذا العالم، ولكن بقدرته هو الداخلية. الجبهة الثورية نعول عليها في ذلك. بكل تأكيد هذا العهدي والعصري عصر انفتاح للعالم في مختلف العلاقات الشعبوية والعلاقات الدبلوماسية، وبالتالي نحن الآن في مرحلة سلام، وبكل تأكيد يعني كافة التعقيدات اللي كانت هي بتهول بيننا وبين العالم الآخر الآن قد أزيلت تماما. نعم خلاص احنا اشار لنا قالوا باقي دقيقتين، ماذا تقول في الدقيقة دي يعني؟ نعم معلش ان شاء الله سلتغي. انا بقول انه احنا في السياسة الخارجية يعني صحيح احنا في كسودانيين عندنا يعني حفاظنا وعندنا مكانتنا في العالم الخارجي وعندنا كثير من الجوانب، فانا افتكر المسألة ده جاوبت عليه البروتوكول الغذاء القومية وخلت مسألة العلاقات الخارجية مسألة للمؤتمر الدستوري. نعم. لأنه هذه المسألة يضعنا في في يعني في مسؤوليات كبيرة جدا وتاريخية. في 20 سنة رسالة. اتفاق السلام هو خطوة متقدمة جدا وبداية حقيقية لسودان جديد يقوم على السلم والأمن الاجتماعي. نعم رسالة. نحن بنفتكر انه هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي وفيها مصالح كبيرة جدا للسودانيين، ورسالتنا انه للشباب وللسودانيين جميعا في كل مكان من ارجاء هذا الوطن انهم يبشروا بهذا الاتفاق وفوائد ان شاء الله. بالتأكيد هذا السلام سلام للجميع، وانا من هنا بدأ كل الشباب أنهم الآن يعني ينزلوا على أرض الواقع ويملكوا الشعب السوداني هذا الاتفاق ويشرحوها بطريقة يعني الناس يفهموا، كذلك للإعلاميين. مشاهدي الكرام انتهت الفترة طبعا التي واصلناها طوال هذا اليوم الأغر في تاريخ هذا السودان الجميل، وهو يوم تاريخي حقيقة يستحق بنا مثل هذه الوقفة، يوم نعتبره لحظة فارقة جدا في تاريخ ربما حتى تجربة للقارة الأفريقية ككل، لأنه من حول الآن في أقطار أيضا تتعرض لمحن داخلية، لكن خلينا نقول أنه هذا الاتفاق أكد قدرة السودانيين على التحاور وعلى استيعاب بعضهم البعض، وهي الإشكالية التي ظلت تلازمنا طوال تاريخنا، لكن خلينا نقول ربما عبرنا نحو بعضنا البعض، نحو بعضنا البعض. شكرا بخيت عبد الكريم عبد الله عضو اللجنة العليا للاستنفار الجبهة الثورية، شكرا سيد الفاضل، ملك التوفيق ان شاء الله. شكرا لك. وشكرا لاخونا الدكتور عبد الله محمد دريف. شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لاخونا العزيز الاستاذ الفاضل ادم حامد نائب امين امانه شمال دارفور بحركه شكرا جزيلا استاذ عارف، وشكرا لفدائيه الخرطوم. الى ان نلتقي مشاهدي الكرام، كل عام وانتم بخير، في ارض السلام في وطن السلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.